أنهم من نافذة أخرى ولم أستطع تحديد النافذة، وقد اختلط علي الأمر. ولكنني أنا حقا لم أكن أعرف إن كانوا من شرفة مروان أو من شرفة أخرى. وبعد 15 دقائق اختفوا من الشرفة. حقا اختلط علي الأمر. هل أنت متأكد من أن الرجلين كانا يقفان في شرفته فعلا؟ حقا لا أستطيع، لست متأكدا 100% أنهما كانا يقفان في شرفة مروان، لأنني كما قلت لم أستطع تحديد مكان الشرفة تماما، لأنني لا أستطيع أن أرى الصورة من جميع الاتجاهات. من زاوية مبنى المديرين أنا أعلم أنه بالدور الخامس. دكتور مروان بالدور الخامس؟ حقا الخامس. أعتقد أنه لا بد من الرجوع مرة أخرى إلى المكان والنظر إلى النافذة. وهل ذهبت فعلا؟ لا لم أفعل ذلك. بماذا تفسر أنهما كانا ينظران إلى أسفل؟ لقد قلت لي ذلك، أنهم كانوا ينظران نعم. إلى أسفل. رأيتهما ينظران إلى أسفل. نعم. لماذا؟ لا يمكنني أن أخمن لماذا كان ينظران، ولكن هل مثلا للتأكد من أن مروان قد مات بالفعل؟ أعتقد أن هذا أحد الاحتمالات التي كانت تدور في رأسي. ربما تكون إجابتي إجابة دبلوماسية، نعم، ولكنها حقائق جدة. وهذا الشاهد رآهم يغادروا المبنى، وأعطى تصريحا ملامح هؤلاء بأنه ملامح شرق أوسطية، وهذا يعني يزيد الطين بلة، لأنه تعرف يعني ملامح شرق أوسطية ممكن يكونوا إسرائيليين يهود شرقيين، وممكن يكونوا من دولة عربية أو من جهة عربية، يعني تعددت الأسباب. هم ليسوا شرق أوسطيين ولكن من شعوب البحر المتوسط. نعم، بحر متوسط. إنهم يقصدون إنهم إسرائيليين. البعض يقول ذلك، ولكن ليس هناك دليل من أن الموساد ضالع في هذه القضايا. إنه مجرد تخمين وليس ما هو رأيك الشخصي؟ أنا لا أعلم، رأيي غير واضح، فأنا لا أعلم ما إذا كان قتل أم أنها عملية انتحار. هل تتذكر ملامح هذان الرجلان؟ نعم، أعتقد أن لهما ملامح شرق أوسطية، لأنهم ذو شعر داكن وبشرة داكنة، تتراوح أعمارهم في منتصف الأربعينات، ما بين 40 و45 سنة. 40 سنة؟ نعم، 40 إلى 45 سنة. كان نحيفين أم أقوياء الجسد؟ أعتقد أن جسديهما متوسطين، ولكن لا أستطيع أن أحدد بالضبط، ولم تكن الرؤية واضحة. ما هي المسافة بين النافذة التي كنت تطل منها وموقع الحادث؟ حوالي 30 أو 50 متراً، ومن المحتمل ليست المسافة بعيدة. نعم، ليست المسافة بعيدة. إذن أنت تتذكر ملامح هذين الشخصين؟ غالبا نعم. قلت أن لهما ملامح شرق أوسطية. نعم. هل قمت بزيارة دول بالشرق الأوسط؟ نعم، لقد قمت بزيارة دول بالشرق الأوسط، لقد فعلت هذا عدة مرات. ما مدى صحة ما يتردد أن هناك بعض الإسرائيليين تم التحقيق معهم في تهمة اغتيال أشرف مروان، وأنه تم يعني التغطية وعمل نوع من التعمية على هذا الأمر؟ كما قلت أن السلطات البريطانية لا تعلن. هل سمعت مثل هذا الكلام؟ يعني أنا لو كنت أجلس في مكان المحقق البريطاني سأطلب شهادة بعض الجهات، وخاصة أن هناك قضية كانت في إسرائيل بين رئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس الموساد والمشرف على التعامل مع الدكتور أشرف مروان لما كان يعمل بصدر خبرات رئيس الاستخبارات. نعم، زيفي. هؤلاء اتهموا واحد، يعني الموساد اتهم انه عرض حياة دكتور أشرف مروان للخطر بإطلاق اسمه او بالإفصاح عن اسمه، وبالتالي هؤلاء هم باعترافهم صرحوا بانه لهم علاقة بطريقة مباشرة او غير مباشرة بظروف تؤدي للتحريض للقتل او لقتل. وبالتالي طبعا لو كنت اجلس مكان المحقق سأطلب من السلطات الإسرائيلية